حارسا مرمى تونسيان يصلان إلى إيطاليا في عملية هجرة غير نظامية. ما تزال ظاهرة هجرة الرياضيين التونسيين مستمرة لتصبح عمليات اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير نظامية نحو أوروبا اختياراً مفضلاً للعديد منهم الذين آثروا المجازفة بحياتهم أملاً في مستقبل أفضل. فما أقدم عليه كل من حارسي اتحاد تطاوين عزيز السلامي والحارس عبد القادر العيادي في نادي سكك الحديد أصفاقسي من مجازفة يوم السبت المنقضي لم يكن بالأمر الجديد على الرياضيين في تونس، حيث قام هذا الثنائي بالمخاطرة بحياتهم عبر الإبحار خلسة في محاولة للوصول إلى أوروبا، وقد قاما بنشر صورة مشتركة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي وهما على متن قارب هجرة قبالة الأراضي الإيطالية. وقد تم تداول تلك الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن تفاجئهم من هذه الموجة التي شهدت انتشارا خلال السنوات الأخيرة. وقد تم تذكر خبر مغادرة حارس نادي رجيش الذي نشط في الدوري الممتاز خليل الزوالي وحارس نادي أصفاقسي محمد علي شلبي، وفي حادثة غير مسبوقة في تاريخ الكرة التونسية كان نادي غارو الدماء قد أعلن العام الماضي حل نشاطه وتجميد الفريق الأول بسبب مغادرة 32 لاعباً البلاد في رحلات هجرة غير نظامية متفرقة وعلى امتداد 3 سنوات، مما اضطر النادي في مرحلة أولى إلى الغياب عن المباريات قبل الإعلان عن حل نشاطه.